تكون أكثر من 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 لازم. هذي الكل توا في الرادار مع الرادار. الرادار كما قلنا نحكيو على الأحوال الجوية معنا. إذا في الأثناء خلينا نبدأ بشهر جوان، هل تعتبر الأرقام اللي قاعدين نسجلوا فيها خاصة بين البارح والتلبارح تعتبر أرقام عادية بالنسبة لشهر جوان؟ نبدأ قبل شهر مايو نظرا للحالة الجوية غير عادية، كان خاصة بداية العشرية الأولى العشرية الثانية في طقس شهر جوان كان أقل من المعدلات بكثير، معناتها ما شفناش كيف على عكس ما عم نقول بدا في شهر مايو وجوان. أما بداية من العشرية هذه من البارح وقت البارح ارتفعت الحرارة مشهورة، وصلت في تونس 40 درجة وكان بقاها وصلت فيها حتى 41 درجة، هذه تعتبر غير عادية ولكن ماهيش أرقام قياسية. مثلا في تونس عندنا وصلنا حتى 46.6 أرقام قياسية، البارح وصلنا 40 درجة، لكن الحرارة غير عادية وأكثر من المعدلات نقول ب 10 درجات ولا 11 درجة، هذه البارح وقت البارح. بداية من اليوم باش تبدا من الحرارة تنخفض وترجع في حدود تونس العاصمة في حدود 34-35 درجة، أزيد من المعدل. أما بوادر الصيف معناتها المدة الجاية كل باش يكون طقس معناتها صيفي وطقس حرارة تكون أكثر شوية من المعدلات ولكن عادية بالنسبة لشهر جوان. فهمتي؟ بالنسبة باش تبقى شوية مرتفعة شوية ما الجنوب الغربي وقتها مناطق الجنوب، ولكن دون المعدلات العادية ولا درجة درجتين تعتبر عادية. بالنسبة للمناطق الأخرى تكون الحرارة مستحبة وطقس يكون خاصة ما فيش عوامل جوية استثنائية، إلا طقس يكون صافي خاصة يوم العيد هذا معناتها الايامات الجايه مثلا بدايه من من نهار الاربعاء والخميس والطقس يكون مشمس وشوية الحراره تكون ازيد شويه من المعدلات ولكن عاديه. يعني فتره العيد باش تكون الحراره طقس استقرار شويه الحراره تكون ازيد شويه من درجتين ثلاث درجات على المعدلات ولكن الطقس مشمس الطقس صيفي بأتم معنى الكلمة. هذا بالنسبة للعيد. نحن زيدا فما كما قلنا سي فرحات حاجة أخرى، مادام هو الحرارة ما فيش يحسوه كي تبدأ ما تمش رطوبة بس الحرارة تكون مستحبة. اي علاش الرطوبة؟ تطلع الرطوبة تيار بحري ما في البحري الرطوبة تطلع شوي ولا الاحساس بالحراره يكون كبير شوي، هو نظرا لوقت البشر الانسان يعرق يخرج العرق يبرد الجسم، كي تبدا الرطوبه طالعه ما يصيرش هذاك العرق هذاك الترانسبيراسيون وبالتالي يولي واحد يحس بالحراره اكثر من عاديا محسوسه، هذاك الفرق. إذا هذايا تقريبا قلت لنا الفرق، نحكيو على معدلات بالنسبة لفترة العيد، معدلات معناتها أزيد بالدرجتين وإلا ثلاثة درجات على عادية تعتبر عادية. ونعرفوا على شهر جويلية خاصة طبعا هذايا شهر جويلية سي فرحات برشا ناس يقولوا أنه باش يشهد ارتفاع في درجات حرارة معناها وعادي هو ديما شهر جويلية بالنسبة لنا احنا يكون الحر مازال بارد والناس يمشوا للاصطياف ويكون ملائم الذهاب للشواطئ والبحر بداية من شهر جويلية جويلية هو الطقس الاستقرار واوسو يبدا في 25 جويلية بعد في معناتها العشرية الأخرى ولا من 15 يوم الأخرى نتاع اوسو تبدا السحب الرعدية تتكون وتظهر السحب الرعدية إن شاء الله الأسنان تضطر تجي البدرية خاطر السنين اللي فاتوا ما صابتش مطر وتقلقت هكا السدود تقلقت الساحه ان شاء الله السنه بوادر تكون باهيه.
ان شاء الله السنه كما قلت لنا البوادر تكون باهيه. اذا في الاثناء حراره عاليه فتره العيد شهر جويليا قلت لنا معناتها من المعقول انه يكون في ارتفاع لدرجات الحراره. قديش نجم توصل تنجم تفوت معناتها؟ هي خاطر هي بعيده شويه ما عاديه معناتها ما فهمش حاجه يكون ازيد شويه من المعدلات معناتها مش حاجه اكسبسيونيل. واضح اذا مازال بعيده تعرف المناخ نتاع البحر المتوسط وصعب التنبؤ به انا واضح على وقت طويل وكل شيء. واضح مشكور جدا سي فرحات مشكور جدا على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بالتغيرات المناخيه فيما يتعلق بالحراره المده هذه. مشكور جدا مدير الانتاج بالمعهد الوطني للرصد الجوي يقول لنا وانه الحراره تعتبر في المعادلات واذا تمت ملاحظه ارتفاع في درجات حراره شهر جويليا هذا يعتبر معناها امر عادي لانه هذا هو شهر جويليا خلينا نقولوا معناتها بالتونسي متسمي على السخانة. ممكن في العشرية الأخيرة متاع شهر أوت تبدأ بوادر معناتها الأمطار تكون على بكري. مشكور جدا سي فرحات على كل هذه التوضيحات. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. احنا مواصلين معكم حتى النصف نهار. نذكروكم اللي نتائج البكالوريا 2023 دورة رئيسية بدات معناتها موجودة خرجت النتائج هذه. ديما نهنيو المتفوقين بنتائج البكالوريا. عندنا بعض الإحصائيات لهنا عن الصفحة الرسمية لوزارة التربية وين الآداب يتحصل على نسبة نجاح ب 21.46%، شعبة الرياضيات 71.26%، العلوم التجريبية 41.32%، الاقتصاد والتصرف 28.29%، علوم التقنية 44.35%، علوم الإعلامية 54.89%، شعبة الرياضة 70.25%، ونسبة النجاح ككل 36.38%. مرة أخرى ألف مبروك للناس اللي نجحت، للناس اللي باش تجتاز دورة المراقبة، حظ أوفر للناس الكل. هذه الشارع التونسي مواصلين معكم حتى نصف نهار.